تیری نظر سے دل کو سکون ہے قرار ہے تیری نظر سے دل کو سکون تیرے قدم سے
رحمت برس رہی ہے یہ کس کا مزار ہے رحمت برس رہی ہے یہ کس کا مزار ہے رحمت برس رہی ہے یہ گوار ہے
पेश कर रहा हूं मासूमियत को देखिए मेरे हुजूर की मासूमियत को देखिए मेरे हुजूर की मासूमियत को देखिए मेरे हुजूर की लोगों अज लोगों से पूछते इसका मजार है लोगों से पूछते हैं ये इसका मजार है लोगों से पूछते हैं ये इसका मजार है तेरे कदम से मेरे चमन بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذ سنة ولا له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسيع كرسي السماوات والارض ولا يهود حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوه ما في انفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو على كل شيء قدير امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كلنا امنا بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين احد من رسوله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالرحمن الرحيم
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما كان محمد أبا رجالة وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم رافع البلاء والوباء والبيت والمنبر والعلم اسمه مكتوبه مرفوه مشبوه منقوش له القلم سيد العربي والعجم جسمه مقدس معدل مطهر منور في بيته والحرم شمس الزهاء بدن الدجى سطره هدى نور الهدى كيف الوره مصباح الظلم جميل شيء شفيع العلم صاحب الجود والاكرم والله عزيز جبرائيل قادمه والبراق مركبه والميراج السفر سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوب والمطلوب والمقصود والمقصود والمأجور سيد المرسلين قاتم النبيين شفيع المسلمين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راعة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مزواء المخربين هب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الصخرين نبي ورحمن إمام قبلتين وسيدنا في دارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الصخرين عبد القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله الحي المشتاق بنور جماله صلوا عليه وعلى اله واصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم صلوا عليه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله بحمد راجعنا سيدنا المرسلين صدر الشريعه بارگاه طريقه دوري دريائي معرفت رسالة ماب سلطان وابي احمد المصطفى محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه واصحابه وذرياته واهل بيته رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. الله سيدي مولاي المرشدين امير المؤمنين خليفة المسلمين حضرت اسد الله الغالب مظهر ايوب الغرائب امام المشارف والمغارب علي بن ابي طالب كرم الله وجهه رضي الله تعالى عنه الهي سيدي مولاي مشرف حضرت امام حسن المصطفى رضي الله تعالى عنه حضرت امام حسين شهيدان المشت كربلاء رضي الله تعالى عنه الهي سيدي مولاي مشرف خواجه خالدان حضرت خواجه معين الدين سنجيدي اجمعين رضي الله تعالى عنه الهي سيدي مولاي مشرف قطب الاقطاب قطب بغلقوت حضرت سيد سالار مسعود غازي ولف شهيد شاه ولي رحمه الله عليهم اجمعين شهيد الله الفاتحه. تیرے حبیب پاک کے وسیلے سے میرے مولا ہم تمام گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما اے رب کائنات آج جو ہم تمام حاضرین اپنے مرادیں لے کر تیرے ولی کی بارگاہ میں موجود ہیں میرے مولا ان ولی کے وسیلے سے تمام لوگوں کی جائز مرادوں کو پوری عطا فرما اے رب کائنات شہنشاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے تمام لوگوں کے مصیبتوں کو پوری عطا فرما تمام لوگوں کو نیک اور ایک بنا تمام لوگوں کو صحیح اسلام اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما امین مولا ہم مسلمانوں میں ان صاحب ولی اکرام کے صدقے تفرد میں اتحاد عطا فرما اتفاق عطا فرما ہم آپس میں محبت عطا فرما ہم لوگوں میں جو بھی پریشانی ہے میرے مولا ہماری پریشانیوں کو دور عطا فرما ہم لوگ جو بھی ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہیں میرے مولا اس ولی کے صدقے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے میرے مولا ہم کو نماز میں رہنے دے اے میرے مولا رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے میرے مولا رمضان میں ان ولی کی صدقے کے فعل میں ہم تمام لوگوں کو صحیح اور سالم روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما تمام لوگوں کو صحیح تراویح پنج وقت کا نماز اور قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا ہم تمام امتِ مسلمہ کو دین پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا ہم گنہگار ہیں میرے مولا
मेरे गुनाह को मत देखने वाला तेरे वली के बारगाह में मौजूद है मेरे मौला इस वली के वसीले से मैं गुनाहगारों के गुनाहों को कबूल करना उन गुनाहगारों को जायज मुरादों को पूरी अता फरमा शहशाह अली रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से दस्तक फैल में हमारी सारी मुरादों को جائز مرادوں اور تمناؤں کو میرے مولا ان بارگاہ میں قبول فرما مجھے معاف فرما میرے مولا مجھے معاف فرما میرے گناہوں کو معاف فرما ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا سفيان وعبدنا نبينا مولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم صلوا عليه صلاه وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين